بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، دخل رجل على نبينا صلى الله عليه وسلم ممتقع اللون كاسف البال حزينا يقول: يا رسول الله هلكت. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يستقبله بلطف وبرأفة وبرحمة، يسأله: ما بك؟ ما لك؟ ما الذي جرى لك؟ يقول: وقعت على امرأتي في نهار رمضان، لقد خدش حرمة الشهر العظيم. فهو يستشعر الحزن والكآبة الشديدة. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس، هل تجد ما تعتق به رقبة؟ يقول الرجل: لا يا رسول الله. وأنا أعتقد أن الرجل حينما يقول لا يشتد حزنه ويمتقع لونه أكثر فأكثر. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ يقول الرجل: لا والله يا رسول الله. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ فيقول الرجل: لا يا رسول الله. فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجلس، ثم يؤتى للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فينادي على الرجل ليذهب ويتصدق به، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما أخبرنا القرآن الكريم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ينظر الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أحد أفقر مني. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه، حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فأطعمه أهلك. والصورة التي أريد أن ننظر إليها وأن نقف عندها أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو منتقع اللون حزينا كاسف البال يستشعر الهلكة، ويخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فرحا مسرورا بطعام أهله، والنبي يضحك حتى بدت نواجذه. هكذا هو الإسلام، وهكذا سماحة الإسلام. وصدق الله تعالى إذ يقول في حق نبيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وصدق إذ يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نسأل الله تعالى أن تعمنا الرحمة والرحمات، وصل اللهم على سيدنا محمد.